دلوقتي هنخش بقى شويه استاذيكم يعني نخش شويه في المخطوط كده ده في الدافع. احنا كده خدنا الادوات نفسها نخش بقى المخطوط نتعرف على المحتوى بتاع المخطوط نفسه. عندنا في المخطوطات هنلاقي اللغه اللي بيستخدم بيها المخطوط بالنسبه لمصر. وانا في حاجات برضو يعني هي هعدي عليها تعديه بسيطه للمعرفه، لكن هاجي للاساس الدوره وهقف عندها واخش شويه لها. عندنا اللغه المصريه القديمه، ده شكل مثلا برديه مكتوب باللغه الهيروغليفيه. دي كانت الفتره الزمنيه فيها مصر من قبل التاريخ لحد القرن الثالث الميلادي، ويعتبر عندنا اخر نص هيروغليفي كان في اسوان سنه 392 ميلادي. دي مش برديه كامله لكن جزء من برديه فيها رسومات وفيها الكتابه اللي هي عباره عن رموز. ودي اللهجه اللغه المصريه القديمه اللهجه الهيروغليفيه. في عندنا النمط الثاني المصريه القديمه الهيروغليفيه، ودي فتره زمنيه في عمر مصر من قبل التاريخ لحد القرن الثالث. والهيروغليفي هو كان ماشي مع الهيروغليفي لكن ده كان خاص بالكهنه بس، بالكهنه الهيروغليفي الشعبي. وطبعا ذكرت الموتيكي فهو ده الثاني اللي هو الفتره الزمنيه بقى من 650 قبل الميلاد لحد القرن الخامس الميلادي. واخر نص بالخط الموتيكي كان في اسوان سنه 452. ماشي كده؟ فدي اللغه المصريه القديمه لينا مخطوطات وزي ما انتم شايفين الخطوط فيها. عندنا اللغه اليونانيه. ده مثلا مخطوطه باللغه اليونانيه، كان نظام الجداول ديت معمول على جداول، ودي نسخه من المخطوطه السينائيه من المخطوطات المهمه في العالم من العهد الجديد. تاريخها للقرن الرابع، كتب تقريبا ما بين 325 و360 ميلادي، وتعتبر اقدم او من اقدم المخطوطات التي تحتوي على معظم اسفار الكتاب المقدس. لو احنا حبينا نكبر كده الجزء ده زي ما انتم شايفين ده الجزء اليوناني. فعندنا مخطوطات باللغه اليونانيه. لو جينا للغه القبطيه هنلاقيه بدا بالشكل ده. دي مخطوطه من اعتقد الحمولي ومكتوبه باللهجه السعوديه، وكانت الطريقه اللي انتم شايفينها ديت ده نمط من الانماط، هوريكم انماط ثانيه. كان يكتب الحروف على طول رص ورا بعض، دي كانت عمليه صعبه قوي بصراحه. صعبه حاليا ان حد لكن هم علشان عارفين الكلام ورا بعضه فما نلاقيش كان عندهم صعوبه، لكن حقيقي دلوقتي اللي بيشتغل في المجال ده بياخد الحرف ده مع ده، فده كده كلمه وده كلمه، وهنا احيانا يحصل خلط ما بين حرف يجي في الاخر يؤدي معنى او يجي في الاول الكلمه الثانيه يؤدي معنى ثاني. ده شكل تاني من اللهجة السعودية للغة القبطية. ده شكل تاني، ودي كلها حاجات اللي هي السعودية ديت. ده مثلا مخطوط مورجان نيويورك، اغلبها طبعا الحاجات السعودية ديت اغلبها ركوب مش ورق ولا بره اغلبها. ده برضه حاجة تانية، ده نموذج تاني، وده نموذج سطر واحد او مرة واحدة. طبعا ده بيزيد صعوبة. ده شكل تاني وده شكل تاني. ده مخطوط ابتي بحيري، وده القرن 13، وده ورق، ده مش ورق، ده ورق. ونلاحظ عليه هنا اهو بداية الألوان اللي هي مختلفة، لكن ده نمط من الأنماط، وما زال اللهجة البحرية يمشي مثلا شايفين ورا بعض مش الصعيدي بس. يعني لقينا فواصل شويه، لكن مثلا حاجه زي كده ده مكمل كل ده مش كلمه واحده. فهو لحد اللحظه ديت عمال يعمل ايه؟ عمال يكتب الدروس الحروف وهو عارفها، فاهم هي عباره عن ايه. لو اللغه العربيه كمخطوطات بدات بالاتي، بدات بانها هي تخش كنهر ثاني كنوع من الترجمه. يبقى احنا عندنا برضه ظهر اللغه العربيه منفصله، لكن في بدايه استخدامها على الاقل في داخل الكنيسه
ظهرت مش منفصلا لكن كحاجه ترجمه ثانيه او كنهر ثاني. ده مثلا نهج سوري ده لغه يونانيه والنهر العربي بتاعه. ليه؟ لان احنا مثلا اللغه القبطيه مثلا على نهايه العاشر كانت العربيه انتشرت كتير في مصر، فكان الكنيسه مثلا كان عايزه تترجم حاجات، عايزه يبقى فيه اصبح لسان العربي تاني ليها، فعايزه تعمل ايه؟ فنلاحظ ان هو كان يحط نهر تاني. دي صلوات صلاه ده بعد الاستعداد، هو ده كان اصلا لسان البطريرك، طقس لسان البطريرك، فهو عايز يحط صلاه لكن عايز يحط الايه العربي بتاعها على اساس ان احنا عندنا اصبح لسانين، اللسان الكنسي القديم اللي هو بيستخدم اللغه القبطيه وعندنا جيل ما بقاش بيعرف غير عربي، فبقى دلوقتي يحط تاني زي المهجر بالظبط. المهجر دلوقتي كنا شغالين باللغه العربيه اللغه المصريه بتاعتنا الحاليه، فيجي مثلا جيل الجيل الثاني والجيل الثالث ما عرفش الانجليزي، فيبداوا يقروا مثلا فصل ثاني او رساله او الانجيل ثاني باللغه الانجليزيه او فرنسيه او حسب لغه البلد. فبدات اللغه العربيه في الكنيسه تاخد نهر تاني بجانب اللغة الأساسية، زي مثلا ده لغة عربية مع إبتدائي وأصبحت تتواجد بالوضع ده. ده مثلا مخطوط يحوي اللغة العربية بس، قريب جدا من خط القرآن. ليه قريب جدا من خط القرآن؟ لأنه مستخدم نفس خطوط القرآن القديمة، خط الكوفي. اللي يعرف الخط ده خط الكوفي، وعلشان افسره لكم شويه هنقول هنا دي نبوه ارميه. ادخل كلام الله عليه في ايام يوشيا ابن امون ملك يهوذا في 13 سنه من ملكه، وكان مش عارف ايه في ايام يوقيم ابن يوشيا ملك يهوذا والاخر من كلام. فده على فكره مخطوطه سينائيه ترجع للقرن التاسع، فكان هو بيستخدم الكوفي اقصر تام التاسع كمان، فما ظهرش الكوفي بعد كده، ده انتهى وعملوا من بوار المقلة، وفي ناس استغنوا عنه لانه خطه صعب شويه وجابوا وقت في الكتابه كتيره، لكن ده نمط من انماط الكتابه العربيه في الحاجات المسيحيه. نلاقي مثلا ده برضو نمط عربي هنا اشتغل نسخ تماما، يعني ما اتبعش اي نمط من انماط الخطوط العربيه. الخطوط العربيه غنيه جدا، كوفي وفي نص عليه وسدس وديواني ودغراء وفي اندلسي وفي حاجات كتيره من الخطوط العربيه وليها خطاطين ومشاهير كتير ابدعوا فيها الخطاطين العرب. لكن صحيح بس بالنسبه لينا كأباط ما اهتمناش قوي بالجانب اللي هو بتاع الخطوط العربيه، يكتب بخط او اتنين، خط مثلا للهوامش، خط للنص الاصلي، خط لرؤوس المواضيع، لكن في الاغلب دايما كان خطوط نسخ زي ما انتم شايفين، ومرفوزه في الخطوط واللي كنت هجيبها لكن مرفوزه مبدئيا، مفيش خط رقعه قبل 18. مفيش خط رقعه في المخطوطات قبل 18. طيب ادي الخطوط العربيه اللي احنا هنخش عليها. الخطوط العربية أنا جايب لكم أنماط علشان تشوفوها بس، لمجرد أن تعرفوها علشان هدف معين هقول لكم عليه. ده الخط الكوفي، ده شكل الخط الكوفي، ده خط الثلث، وده خط النسخ، ده خط الدواني، وده خط اسمه الدغراء. ليه أنا دلوقتي اتعرضت للخطوط ديت؟ علشان لما تيجي الفهرس حلو زي ده من فهرس ميكا باشا يجي مثلا يقول لي الكلمه دي تكون فاهم بخط ثلث جميل، يبقى انا فاهم ان هو بيتكلم على نمط خط ماشي. طيب لو احنا خدنا بس نموذج صغير من تطور الحروف العربيه او الخطوط العربيه في المخطوطات القبطيه، هناخد بس علشان ايه ما تعبتوش معايا، هاخد بس حرف الكاف على سبيل النموذج تطوره، لان برضه ليه عوامل. كل حاجة أنا هنا جايبها أقصد بيها إن هي ممكن أستدل منها على تاريخ المخطوط، وأحيانا على ناسخ نفسه، شخصية الناسخ أو اسمه، ماشي كده؟ طيب،
في صبح الأعشى أبو العباس الطشاندي اللي هو في القرن الخمستاشر في الطبع بتاع 1922 قايل الآتي، جايب شكل الكهف وشكلها في البداية وفي النص وفي الآخر. وعندنا هذه الكهف دي مكتوب بشكلها ده مفردة مبسوطة، الشكل اللي هو جاي بنفسه ده كده مبسوطة، ده مبتدأ طبعا هي مبسوطة جدا فكرة ان هي ايه واخدة واحدة، ده اسمها مبسوطة، ده مبتدأ مبسوطة مبسوطة يعني مفروضة مفروضة ليها لحظة تانية كانت على بالي لكن هفتكرها هو يعني مبسوطة او ممدودة ممدودة فرحانة لا 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 ما فيهاش موشن خالص لكن انا فاكر ليها لحظة تانية دي مثلا هتعتقد الجنة دي متوسطة مبسوطة اللي هي جاية في النص زي الجوكر وهنا هنا مشكولة ده هنا مبسوطة وده هنا مشكولة يبقى ده اسم الكاف بالشكل ده وده اسم الكاف بالشكل ده ده مبتدئة مشكولة متوسطة مشكولة مفردة معرضة معرضة اللي هي آخر الإيه الكلمة مفيش هنا حاجة في قلبيها مشكولة دي يعني مش بكرة دي؟ لا هو ده اسمها مشكولة شكل مشكولة شكل يعني الشكل بتاعها ده اسمه مشكولة أول ما تكلم خطاط عربي تقول له مشكولة هيفهم من الشكل ده أول ما تكلم خطاط عربي تقول له مبسوطة هو الشكل ده طب ده هيفيدنا فيه في المخطوطات خلينا بس إيه أتابع مع حضراتكم تطور الخط نفسه علشان أفهم ممكن يفيدني في المخطوطات خلي بالكم إن أنا وصلت إن هنا للشكل الأخير خالص ده إن هو ما كانش فيه حاجة داخلية طيب بيكمل الكاف هنا مجموعة وموقوفة ومبسوطة خليها على جنب كل ده بنتكلم على المعراة الأخيرة اللي هي في الآخر خالص في آخر الجملة هنا مجموعة اللي هي ملمومة هنا موقوفة هتلاحظوا ما فيهاش السنة ديت دي كده موقوفة وهنا مبسوطة الكاف الأخيرة ديت مبسوطة اللي هي واخدة راحتها في أسماء كتير على فكرة للحروف العربية الظروف وفي الترويصة وفي الفاء الراجعة وفي مش عارف ايه ففي كل حاجة ليها اسم معين الخطاطين والمساح العرب عارفينها نلاحظ ان في كل دولة ما حطش حاجة داخلية هو يعني المهم ان احنا ما حطش حاجة دلوقتي لحد دلوقتي داخلية وهنا قولة مشكولة نلاحظ ان هو هنا هم المشكولة الثانية ما فيهاش العرب الافقية يعني المهم دي لا دي كاف مش تام دي وسطة مش بولش دي مركبة مجموعة ماشي هنا كده شكلين غريبين الشكل ده او الشكل ده بس التحت الوسطانية المشكوكة دي مفيش نقط في بعد قبل الكاف لا يعني خالص مفيش تي مش نقط تي مش مشكلة بس خلينا مع بعض يعني النمط او النموذج اللي احنا بنديه لحضراتكم ده قيس عليه كل الحروف يعني التنقيط ده ما ابتداش بيه التشكيل ما ابتدناش بيه بس انا بديكم حاجة معينة علشان تعرفوا ان هي ممكن مجالها واسع ونخش فيما بعد للمخطوطات كده دي مركبة موقوفة مركبة معورة أولى مبسوطة وسطى مبسوطة مشكولة مفصولة مشكولة مفصولة ده كلها أشكال طيب من صبح الأعشى نفسه بقى بيتكلم على الكاف ده شخص صبح الأعشى لا ده اسم الكاف البلطشندي هو اللي عمله ده شخص عاش ده المؤرخ عاش في القرن 15 هو عامل ده صبح الأعشى ده اسم الكاف أما الكاف فإنها لا تنقط إلا أنها إذا كانت مشكولة علمت بالشكل ده يعني وإن كانت معرّة رسم عليها كاف صغيرة مقصودة لأنها ربما التبست باللام يبقى كده في فرق ما بين الكاف واللام أميزها إزاي أحط كاف تانية فيها فيها بقى عليها أعتقد كلنا ما نعرفش المعلومة دي كلنا عارفين إنها همزة صح ثلاث كاف تانية هنيجي تاني الألفية السيوتي ده بتاع جلال الدين السيوتي اللي هو كان في القرن 16
في 2009 كان الحديث حققه احمد محمد شاكر ده كتابه الحديث صفحه 75. هنلاقيه بيقول حاجه ثانيه، والكاف لم تبسط فكاف كتب في بطنها كتب لنا بطنها لا من صاحبها، وحاطط عليها هامش هنا وبيقول فيها ايه، الكاف تكتب برسمين احدهم هكذا وجاب شكلها وهو واضح، والثاني شبه اللام، فهذه تكتب فيها كاف صغيره وهي المعروفه في اكثر كتابات الان اللي هي بالشكل ده. وقد يظن من لا خبره له ان ما في بطنها همزه وهو وهم، بل هي كاف صغيره. واما اللام فان بعضهم يميزها بكتابته والاخر اللي هو ما يهمنيش. انا يهمني المعلومه دي ان قلبيها اتضافت ليها، يعني ما كانتش باديه بهمزه على اعتبار ان احنا عارفينها بهمزه، لكن علشان الالتباس ما بين كاف واللام حطوا بعد كده كاف صغيره في قلبيها. دينا المثل يا بروز. المثل اهو ده رسم الكاف المتطرفه او اللي هي المراه في الاخر خالص في شكل مخطوطات. انا طبعا جاي مستعين هنا بالمخطوطات القران على اعتبار ان ديت بتدل على تطور الخط وصل لفين. ايه مخطوطه بالمهام في القرن الاول الهجري يعني 7-8 بخط حجازي بالشكل ده. لو انا مثلا ايه هعلم هنا عليها ده الكاف ده الشكل بتاعها. خط حجازي الثاني اتعدلت فيها سنه بقت شكلها كده، بدات الكاف تدريجيا تفتح بعد كده بدات بالشكل اللي احنا عارفينه بس ما فيهاش اي حاجه داخليه، كاف مفتوح. بعد كده تتحط فيها الكاف الثانيه اهو وهنا واضحه، وده في القرن الرابع الهجري. اما اقول اولئك يبقى معنى كده ان فيها اثنين كاف. ايه؟ اولئك يبقى معنى كده فيها اثنين كاف. يعني خلينا نركز بس في الكاف دلوقتي بس. بس اولئك ديت لهمزه همزه على نمره. ليه؟ في المخطوطات ما كانش بيستخدم همزات. ودي هقولها لكم في الملاحظات على الخطوط جوه. لكن خلينا بس دلوقتي في الكاف ان ما كانش فيها وفيها تطور في الخطوط. والثاني معلومه اللي هي الكاف اللي في الصغيره اللي في قلبيها ده خط ابن البواب العراقي، ده واحد من الناس اللي هم كانوا ليهم بصمه، هو واحد اسمه ابن مقلب ليهم بصمه واضحه جدا في تطور الخطوط العربيه. واعتقد ان الكاف هنا ظاهره ان هي كاف صغيره. طيب لو حبينا نمسك وادي كاف اللي بتاعت المخطوط اللي في القرن الرابع بتاعت ابن البواب خليها كاف مش همزه. وادي تطورها من الشكل ده للشكل ده للشكل ده. فهنا عندي تطور لحرف وتطور تاريخي من قرن لقرن وهكذا. طيب لو انا جيت خدت مثلا مخطوط 9 قانون بتربع نصه ده قرن 14. هنلاحظ الشكل ده. لاحظوا كده العلامات الحمراء. شايفين الكاف؟ الكاف المشكوله فيها عرضه؟ هل هو قصدها ولا نسيها؟ قصدها ليه قصدها؟ لان احنا عندنا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه متكرره فيها، هيبقى هو قصدها. كذا كلمه. يبقى في الزمن ده كان بيتكتب بالطريقه دي. مظبوط. انا عايز اوصل لفين؟ طب ما حدش ناقص حاجه ثانيه قبل ما اعلم؟ نوع الخط نفسه. في بن مش متسطر. المقصوطه مكتوبه بالطريقه اللي هي اللي احنا عارفينها. فعندنا النوعين مش المشكوكه المشكوله والمقصوطه. المقصوطه مقصوطه وده واحده، لكن المشكوله عندنا ليها شكلين. قديمه المقصوطه قديمه اقدم مش موضوع اقدم انها اصلا ان هي كامله في بدايه الكلام، لكن عندنا ادي مخطوط من القرن ال 14 ما عندناش المشكوله للعرضه بتاعتها. وصلت لكم الفكره؟ بس على الخطاط كان براحته بقى ممكن يستخدم نوعين او شكلين عادي في مخطوط واحد. مفيش مشاكل، بس اقصد ان لو احنا لقينا الشكل اللي هو الكاف المشكوله في وقت من الاوقات ده على سبيل المثال القرن 14. هو في تسمونا في واحده في نفس المخطوط كاف اللي هي المبسوطه. طب ما ده كده مش هيخليني اقدر احدد الزمن صح من الطرف. صحيح، سيبك من المشترك عليها من القرن كذا لحد اللحظه دي. الكاف الثانية المشكولة ديت لو انت شفتيها مميزة جدا للتاريخ. لأن هي ما عدتش القرن 15 كمان. طيب موضوع الخطوط،
خطوط العربي او الخطوط اللي ابتي او خط النازل، هل هيفيدني انا شخصيا كواحد شغال في المخطوطات؟ اقول لحضراتكم على حاجه، لو انا عندي مثلا مخطوط زي ده وما عنديش اسم الناسك في المخطوط، و او خلينا ارجع تاني، مثلا عندي اسم الناسك وعندي سنه النسخ، لو جيت لمخطوط تاني معلوش ولا اسم ناسك ولا على تاريخ النسخ، من خلال تدقيقي في الحروف والشكل الكلمات ده اقدر اتعرف على الناسخ، ومجرد ان انا جبت الناسخ اقدر اعرف حياته من فين لفين، واقدر اقدر المخطوط. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الناسخ ده نلاحظ ان اللام بتاعته ده نمط، نلاحظ ان اللام بتاعته ليها شكل معين، لام الف. الالف دايما بيحطها بالزاويه 45 عليه. معروف ان الخط هو لازم حركيه على فكره. يعني انا بعمل اللام او الري بطريقه معينه، الياء بطريقه معينه، فاللازمه الحركيه بتاعت الناسخ ده بتتكرر معايا دايما في كل المخطوطات، فاقدر اعرف الناسخ ده بدون ما انا اشوف اسمه او يتكتب اسمه. ممكن بيشتغل لوحده ولا كان معاه فريق بيشتغلوا معاه في الكتابه؟ لا، في اماكن، في حاجه اسمها مانسكريبتوم، ديت كان مكان نسخ، مكان النسخ ديت ممكن يبقى فيه ناسخ واثنين وثلاثه وفي رئيس عليهم. زي في مخطوط كده بطرس ابونا بطرس الادروكي ده راح من دير انطونيس، بيقول كان في عشرات النساخ، كل عشرة كان بينسخوا نوع معين من المخطوطات، واحد تاليف، واحد كتاب مقدس، واحد صمديات، الموضوع كان متخصص معروف. لو جينا للناسخ ده هنلاحظ ان هو اللازمه الحركيه بتاعته في نهايه السطر اللي هي دي او الحاله اللي هي فيها شد، اي حرف يعملها زي ما انتم شايفين، اي حاجه ده ليها لازمه حركيه اقدر من خلاله، لو خدت له لازمه ثانيه يبقى ده هعرف اوصل لناسخ المخطوطه دي. طيب في حاجه ثانيه اقدر استفيد بيها من علم الخطوط مثلا؟ اقدر استفيد بيها، دي مخطوطه واحده بس، لو انا دققت على الخط ده هلاقيه غير الخط ده، فاقول ان ده الناسخ الاصلي، وحصل في وقت من الاوقات ان مثلا الورقه دي اتقطعت حصل لها اي حاجه وكمل عليها ناسخ بعد كده، بعد زمن الناسخ ده ممكن في حياته، بس المهم انه مش نفس ليه، اكيد انتم مميزين مش نفس الشكل، بس هجيب لكم فرق كروت، فرق سنين طويله، المهم ان في فرق جديد ممكن في نفس الوقت ده الناس اللي مش عارف، لكن المهم بعد ده فرق ممكن يساعده اكتر من واحد عمله، ممكن يكون اكتر من واحد عامله بس دي ضعيفه سنة، عشان دي ضعيفه سنة لانه في الغالب هقول لك على حاجه، حتى الموقوذة بتاعتك لو كانت صحيحه برضو فهياخد موضوع متكامل مش هياخد جزء من صفحه، يعني هو بدا الموضوع المفروض بيكمله الاخر. ده مثلا تاني اعتقد هنا الخط برضو يعني ده مختلف عندك، بغض النظر ان هو خط حلو، هو فعلا خط حلو جدا، لكن على الاقل ان هو مميز حتى في الابت حلو. هو الخط طبعا رائع، ابت ده بطبع يعني طبعا انا مثلا ده نسخه الخط طبعا ده نسخه ابيض واسود، فما بالكم لو كانت الوان هتوضح على طول بدون اي مشكله، بيتهيألي الموضوع لاحظتوا فرق اللون على طول باين، الورقه دي افتح فحتى الورقه نفسها مختلفه عن الورقه دي الاصليه. في اللغه لقينا كمان حاجات مكتوبه، زي مثلا ده كاتب النطق بتاع يسموها الارقام اللي دي، هي ديت مفيده شويه ان يقولوا لنا برده كانوا بينطقوها ازاي. زي ما انتم عارفين الدرشوني هو لغه عربيه في خطوط سريانيه، كانوا ابت المعرب اللي احنا بنكتبه دلوقتي، هما كانوا كاتبين برده ابت عربي واي سناو شوم تو ديو سوم شاش سمال احنا بنقول هيبقى تشمين، الكسره والفتحه ديت كانت معروفه في النطق شويه. ده مثلا نمط، وده نمط تاني بصمديات، مثلا دي من يوم الخميس المغناطيس اللي هي بي واتوس، مش بي باتوس، هو كان بينطقها مثلا كده بي باتوس، او هو كاتبها بي واتوس، ده
مويساس مش مويسيس، ناو مش ناف. علشان كده تلاحظوا ان مثلا ايه لما الاباء بتوعنا كتبوا ويسا بالبيتا ده مش غريب عليهم، ان قصته وي ويسا مش بيسا. هو طبعا انا ما تعرضش للنطق الحالي، لكن انا بكلم ان المخطوط بيدينا برضه معلومات تانية ماشي كده. طيب عندنا اتجاه النص القبطي، اتجاه النص القبطي يبدا ازاي ويمشي ازاي؟ كلمه ريكتو وبيرسون كلام لاتيني بيعني وجه الورقه وظهر الورقه. لو انا بتكلم على اتجاه النص القبطي من الشمال لليمين فده كده الريكتو وجه الورقه وده الظهر بتاع الورقه، مش العكس، مش الوجه هنا والظهر هنا. يعني انا مش ماشي بالاتجاه ده فابدا من اليمين للشمال، لا هو الورق عنده بدايه الورقه بريكتو هي ديت رقم 3 مش 2 ده النص القبطي. طبعا قابل على كده اليوناني، قابل على كده اللاتيني، قابل على كده بس هم دولت على ما اتذكر دلوقتي. والعربي لا وضح لنا ثاني ايه يا ابونا، يعني هي دي ظهر وش الورقه ولا ده عندنا دي ورقه، دي ورقه بتاعت الجزء من البنزله اللي هيتكون بعد كده للمخطوط. لما الراجل بيجي يبدا ما بيبداش من هنا لهنا. خلينا دلوقتي احنا بنتكلم في الكتاب ده تاني. ادي الورقه لما يجي يبدا الناسب بتاعها، ما هو الورق اهو وهيتبع القاعده ما يمشي من الشمال لليمين صح؟ لكن مش هيبدا هنا. هو يبدا دايما هنا اللي هي ديت، يبدا هنا. يبدا دي البدايه بتاعته، مش هو طبقها كده اهو؟ اهو دي البدايه بتاعته. وبعد كده دي التكمله. دي كده صفحه رقم واحد، انجاز لفظه صفحه واحد، صفحه اثنين، صفحه ثلاثه. لكن زمان كانوا بيرقموا الورقه كلها ترقيم واحد، فاصبح دي واحد وجه ودي واحد ظهر. او واحد ريكتو وواحد بيرسو. طيب لو انا عايز اعمل العكس اللي هو في النص القبطي العربي، عربي او سورياني او عبري، يبقى هبدا من هنا. ده واحد ريكتو وده واحد بيرسو. فهمتوا اتجاه النص؟ اتجاه النص العربي العكس على طول. فيبدا ده ريكتو ووراها بيرسو، او هو ده هيبقى بيرسو ماشي كده؟ طيب هنخش للافتتاحيه بتاعت المخطوط. اول ما تمله قولي لي نكتب كده ماشي؟ لان ده جانب بقى ايه، احنا خلاص اخذنا شويه من المخطوط. لو اتكلمنا على البسمله كانوا بيبداوا بيها ازاي او تطورت ازاي مع الوقت؟ عندنا عندي شكل من الاشكال بيقول مثلا بسم الله القوي سين سيرو. هندخل لكم اللي هي بس دعوه للبسمله. عندنا بسم الله بس بسم الله سنسير كتبها باللغة القبطية واللغة العربية. سنسير بسم الله. بسم الله القوي، بسم الله القوي. وعربي بس. بسم الله. سنسير وكاتبها بشكل معين. بسم الله القوي سنسير برضه بنفس الشكل ده. بس هنا أحيانا نسيب القوي، هنا أحيانا نكتبه، بس هو الفكرة كلها أنا عايز يكتب في بداية المخطوط بسملة. البسملة دي كانت اللي بتكتبها. مثلا بسم الله القوي، وهنا أضاف نلاقي إن هو أضاف إسشيروس سنسي أو إسشيروس اللي هو بسم الله القوي في القبطي زي ما هي موجودة أو معروفة في العربي. هنا مثلا بسم الله الخالق الحي الناطق له المد دائم أمين. في مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا دي مثلا البداية ديت إسلامية، لكن هو اتأثر برضه بالمجتمع الإسلامي اللي كان عايش فيه وابتدى ياخد نفس الافتتاحية بتاعته. بسم الله الرؤوف الرحيم. ده نفس برضه الفكرة التانية اللي هو برضه خد الدباجة بسم الله الرحمن الرحيم وحطها، وممكن يلاقي تعديل تاني. وإن كان على فكرة بنتكلم دلوقتي على التأثير الإسلامي المسيحي، لكن أنا شفت برضه التأثير المسيحي الإسلامي على الوضع ده. بسم الله الرحمن الرحيم رب واحد رب ارحم. رب ارحم ديت اللي هي كده لسون ده لفظه مسيحيه. فنلاحظ برضه ان الناسخ الاسلامي استعان بيها وده بدا تاثيره على ده. فاصبح ان في تاثير متبادل ده على ده وده على ده. بسم الله الرؤوف الحي الابدي الصمد الذي له المد دايما ابديا. بسم الله
سنسي وبعد كده باسم الآب والابن والروح القدس. باسم الله الواحد بالذات مثلث الأقانيم والصفات. باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد. باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد. وده نفس الحكاية. ده مثلا يوسف ده دايما أبديا أمين. ده له المجد. ده مثلا الإله الواحد الثالوث الكامل. المساوي بالجوهر والأزلية له المجد والسجود دايما عليه رحمة إلى الأبد. هنا ابتدت البسملة تكبر شوية. باسم الآب والابن والروح القدس له إله واحد له المجد إلى الأبد أمين الليلويا. عندنا بداية المخطوط المقدمة نفسها. البداية نفسها هل كان بعد البسملة كان بيعمل حاجة معينة ولا كان بيخش على طول في الموضوع؟ عندنا هنا نموذج من النماذج بيقول ترتيب الحادي عشر من شهر طوبة ولا أخذ يبقى هو كده دخل في الموضوع على طول. ماشي؟ دي البداية. لا دي مش بداية. برضه مش هي المقدمة اللي أنا أقصدها. المقدمة أو بداية المخطوط دي ليها نماذج معينة. هو هنا انا جايب لكم مثلا ان هو ما بداش بدا بالبسمله وقايل الموضوع دخل في الموضوع مفيش مقدمه. مثلا البركه التي تقرا في بيت سير للشهداء والمجوسين انا شايف ان هو برضه ما عملش مقدمه. ماشي يبقى في لحد اللحظه ديت في حاجات ما عملش مقدمه. مثلا باسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد له المجد كتاب سير الاباء البطرقه رزقنا الله بركه صلاتهم. وإن كان دخل في الموضوع لكن مهد سنة باسم الكتاب. ماشي؟ الجزء الثالث من سير الأباء البطرقة نبتدي بعون الله وحسن توفيقه بنسخ الجزء الثالث من سير الأخ. دي المقدمة اللي أنا أقصدها. هو كده ما بداش على طول بسير الأباء بابا فلان ورقم كذا وحصل كذا وكذا وكذا. ده ابتدى إن هو نبتدي بعون الله وحسن توفيقه بنسخ كذا. نبتدي بعون الله تعالى بنسخ موعظة من كذا. يبقى هو استخدم دباجة معينة وثبتها وابتدى يقول بعد كده ايه اللي عايز يقوله او ايه هو الموضوع ده. نبتدي بعون الله تعالى وحسن توفيقه كتاب كذا. نفس الحكاية. بنسخ مجموعة ذو السلبيات. نبتدي بعون الله. جملة. جملة ذكره. شايفين الكف. وتقدست او تقدس ومحبه ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا. هو برضه جاي دباجه مقدمه غير البسمله. انا فرقت لكم ما بين دي ودي. نبتدي بعون الله تعالى حسن التوفيق. انا جايب امثله وهنا المثل عربي وقدامه ابدي. هل المقدمه مفيده ليه؟ في ايه؟ اول حاجه تعرفي اسم الكتاب. لاني كان في المقدمه بيكتب لي اسم الكتاب. يعني ممكن تريف لكن هو في اغلب المقدمات واخد نمط واحد. لكن يهمني معرفة اسم الكتاب واحيانا يقول لي اسم المؤلف. فالمقدمة دي مهمة جدا. طيب نهاية المخطوط الخاتمة. النهاية بسيطة برضو بعض الشيء. هو هنا بيكلم تدخل عن اسم الحزن على الخبز وطعمه وشعبه ولا ربنا او الحموضة. ليه؟ ريت الحموضة بس ما لا هي الحموضة بس انا ما عنديش الموضوع لان ده جزء من الموضوع. انا جاي بالخاتمة. فهو بيتكلم جزء من الموضوع انا معرفوش. انا اللي يهمني ايه هو ختم ازاي. ختم ازاي هو هنا لحد هنا هو ده نهاية المخطوط او جزء بتاع المخطوط الاصل. ولا ربنا المجد دايما ابديا امين. ده الختمة بتاعته. طب وبعد كده هيكمل بقى حاجه اسمها حد المد. بس انا يهمني برضو المخطوط ختمه ازاي. كتب تفسيره في قداس الحد الرابع من مصر. يبقى ده نهايه المخطوط. ولله شكر دايما. خدوا ختمه بسيطه خالص. حيث اجتمع منه شيء هو المد الغايه دايما ابدا. الموضوع بسيط خالص. هو لحد دلوقتي بيختمها بختام بسيط خالص. ولربنا المجد دايما. تم وكمل السفر الاول من ان يكون علينا البركه للابد. فهو زود كمان حاجه ثانيه في الختام يكتب اسم المخطوط ثاني. هم دايما كانوا في الحقبه دي كانوا بيعملوا راس الهرم لتحت. يعني لو دقيقه بصح هبقى اعرضها ولو في ناقص انا مع حضرتك. مثلا كان الفراغ يبقى هو دلوقتي بيختم بايه؟ بمجرد ان هو ايه؟ ربنا بالشكر او الفراغ من المسك ده فعلى طول.
ما بيعملش المقدمة اللي احنا شفناها نبتدي بعون الله وحسن توفيقه بنسخ الكتاب مش عارف ايه لانه ممكن الدباجة بتبقى نص صح مش كده؟ نزل بعون الله تعالى وحسن توفيقه احنا جبنا السيرة والرجل اللي زود شوية مسافة هذه المزاجين المباركة نقرر التلكزه وهيبتدي يكمل كل دي خاتمة للمخلوق نبذل بسلام والصبح لله دايما نبذل يعني تمت اكتملت اكتملت تمت تم وكمل ما هو بيستخدم الالفاظ لازم اعرف وقتها ان دي خلاص كده نهاية النص عايز اقول لكم برضو ان ايه الكلمات دي كيبورد للنص الاصلي خلص النص بدا حاجات زي كده افهم على طول هو خلص حتى لو النص عندي مش مكتمل دي كيبورد اللي ان انا اعرف ان خلاص النص الاصلي اللي هو عليه خلص هو عاوز يقفل النص على كده هو خلاص هو خلص ده النص اكتمل مثلا تم الميمر المقول على مش عارف ايه ودي الخاتمه اللي انا عايز اوريها لكم وان كانوا مش عارف ايه تم ذلك والحمد لله دايما علينا رحمته وبعد كده تمت الاربعون وهيبتدي يكمل الكولوفون بتاعه طيب ايه هو الكولوفون او ايه هو حبل المكتب ده اللي حضرتك بتقول عليه هو المثلث من تحت يعني ايه كولوفون كولوفون كلمه لاتينيه وحبل المتن كلمه عربيه والحبل ده المتن طبعا انتوا عارفين المتن اللي هو النص الحبل اللي هو القص او التعريب او كده فهو بيعملها بالمثلث القاعدة بتاعته من تحت بيعملها بالشكل ده هو تعرف عليه المساق ان هم يختموا المخطوط بحاجه اسمها الكولوفون بالشكل ده الكولوفون في المنهج المخطوطات هو شهاده ميلاد المخطوط شهاده الميلاد عايز تتعرف على واحد بتتعرف عليه شهاده ميلاد شهاده الميلاد بتاع المخطوط هو بالكولوفون او حد المتن كلمه حد المتن كلمه عربيه ومقصود بيها الشكل الكولوفون هو كلمة لاتينية ومقصود بها المحتوى. فأنا عندي إيه؟ المخطوطة دي مبسوط منها حط عليها حاجة تانية؟ لا هو أنا جاي بالجزء الأخير خالص. أنا عايز أوريكم بس في كتابة خلفية. كتابة خلفية ممكن تقصد المحتوى والشكل. أنا دلوقتي بتكلم على شكل كلمة كولوفون هو بيوصل محتوى حبل المتن الشكل. لاني هقول لكم يعني ايه الشكل حرد المتن هو يقصد بيه الجزء المثلث ده مهم جدا لاجل المحتوى بتاعه انا عندي حرد المتن مش عايزه او مش كل حرد المتن مهم حرد المتن في التعارف ان هو الشكل اللي هو واخد ايه المثلث الحرد ده والزاويه ديت وينزل على فيش خالص ايه اهميته الشكل اللي هو الكولوفون او الحرد المتن اللي بيجي فيه بيانات كل ما هو انا عايزه الناسخ والمؤلف اسم الكتاب والتاريخ النسخ واغلب المعلومات انا اول ما بفتح على الصفحه الاخيره اشوف هل فيها كل من ده بشوفها انا كمفهرس او كمحقق او كمطلع مهتم بطمن ان فيها بيانات ما بشوفهاش كده ببدا رحله عذاب ان انا احقق المخطوط ده واقول المخطوط ده من النسخ الفلاني او من التاريخ الفلاني دي قصه كبيره قوي وبعد وكل اللي بيحصل فيها احتماليه انا واحد من الناس اللي بميل للاحتماليه ما احبش القطع النهائي ليه لان القطع النهائي ده هو كاني بقسم بالعشره ان خلاص ده بقى من القرن الفلاني فما بحبش ان الواحد يذكر يقول لك ده من سنه كذا لا قول لي من القرن قرن واسع اقدر يبقى فيه براح للتقريب ليه كنا ما كانوش ليه بعض المخطط ما كانش الناس بيحط السنه للنسخ بص هو خلينا في الاصل ما هو الاصل ايه؟ الاصل ان هو بيحط كل حاجه. لكن الاستثناء اللي هو كان ينسى يحط اسمه ينسى يحط السنه كان عايز يخلص وحط حاجات زي كده كمان المخطوطات في مخطوطات مش متوصلين كامله يعني بيوصلنا جزء من المخطوط او كده طبعا انا ببقى مش عارف بقيه المخطوط فين. طبعا طبعا دي قصه. لو انا لقيت الصفحه الاخيره مقطوعه اعرف ان في مشكله واحيانا الاقيها والاقي ان هي فيها مشكلتين ان هو قاصد ان هو يحطني في امر كم ما يجب قراءته من الخمس هوسات المستعمله في عيد الميلاد وعيد الغطاس والصوم المقدس هو هنا ليه الموضوع مهم لان بيقول لي اسم الكتاب وبيديني بيانات كتيره انا محتاجها يبقى جاب لي المحتوى وذلك على يد احقر العباد وارسلهم الحقير يوسف يوحنا الناسخ المسكين
فهو هو هنا كمان ذكر لي اسم الناسخ، هو ده المكان اللي بيحط فيه كل بانل. فهو يدرى المضلة تحت أقدام الواقف على هذه الأحرص اللي أن يبعو له غفران خطايا هو وولديه ومن وجد عيبا يصلحه الرب يصلح آخرته، ومن قال شيئا فله عوضه أمين. هو كده ادانا مدرستين، اسم الكتاب واسم هو شخص الكنيسة، لكن وقعنا في مشكلة عدم التاريخ. ده مخطوط تاني في حد المبنى دايما شايفين بقى حاجة يعني فخيم. وكان مهتم بهذا الكتاب المقدس والى اخره. هو عايز اقول ان في حد متن مكتوب فيه بيانات كامله وفي حد متن مش مكتوب فيه بيانات كامله. طيب ده مثلا شكل الجزء الاخير خالص، الراجل ما عرفش يعرض المتن فحطها نقط. ما هو الحد متن ده برضه ده نوع من الفن. هل تقدر انت دلوقتي قلت لك اكتب خمس سطور تقدر تعملها لحد متن؟ ممكن كل مش عارف كل سطر ده قصدي يعني، بس اذا رجعت سيرموايسر هي منقصه في خالص انت عملت تقلل وفي سطر فين ده؟ انت لو لقيت كلمه زياده ما يديتش الشكل الهرمي ده يبقى انت بوظته تماما. هي فن وهو عايز سنس ان هو يقعد يحاول فيه. فهو واحد زي ده ناسف معلش مثلا يقفل المخطوط بالحد ما عمله لاجل العاده مش اكتر، انك شكل فني. ده مثلا الكولوفون بس مش حد بدل، وان كان دلوقتي اللفظين بنقولهم على الجزء الاخير اللي في باند يعني خلاص تعرف حد المتن اللي انا عايزه هو ده مهما كان شكله تعرف الكولوفون هو الشكل ده. بس انا عايز اقول لكم اكتر دقه ما اقولش حد المتن وخلاص قد ما انا اقول الكولوفون، او اقول هو النهايه بتاعت المخطوط اللي كاتب فيه بيانات لكن مش على شكل حد المتن. تمت الأربعين بعد التقنصات المعروفة بقوانين الملوك وإلى آخره من الكلمة. بس ده مش حد متن. علشان كده أنا جاي كلمة حد متن غير مطلوب. ليه حد متن غير مطلوب؟ لأني أدي حد متن تمام ما فيهوش أي بيان من البيانات اللي أنا عايزها إلا اسم الكتاب ده. ده المكان الصفر الأول من الكون، لكن ما فيش أي بيانات تخص، لكن ده حد متن تمام. ماشي كده؟ طيب النساخ لما تحوله للطباعة ما هو هيجيب ثقافته منين؟ من الوضع اللي هو فيه. حتى لما طبع حد بقى. حتى لما طبع بدأ يطبع بالبيانات بتاعته بشكل حد بقى. هو هيجيب منين؟ هو وفرت له الموضوع في الطباعة. لكن طبعا انا يعنيني برضو دلوقتي بشكل حد المتن المطبوع ان هو بدأ تأثره بالمخطوط وبدأ فيه. كان ما كملش هو طبعا ما كملش. وان كان تشوفوا اختيار. وان كان السهولة هنا. الصعوبة هناك. هو كان شغال بيها يعني ده نمط فني جميل. احنا استغنينا عن جودة الخط. واستغنينا عن الزخرفة والفن. استغنينا عن الشكل الجمالي. حد المتن ده كان شيء جميل قوي بس هو يكتم بيه. كان صعب ان هو يعمله دوية. هو عايز 10 كلمات. فبيقدرها كده ان هو 3 4 سطور هيعملها في كل سطر كذا. الموضوع اصبح مفروض في الطباعه اسهل بكتير، لكن من كان بدا معاه لكن ما كملش. النص خلصنا المقدمه خلصنا النهايه خلصنا كل فن. النص ايه هو؟ النص هو محتوى الكتاب الاصلي اللي انا بشتغل عليه كمحقق مش كالكوليج. ماشي. النص زي ما انتم شايفين هو قطعه مصريه او قطعه شعريه بيبقى حوالين موضوع واحد بس. ده النص حوالين موضوع واحد وده النص. ليه عايز اقول لكم ان شكل النص؟ لاني هذه مشكله اسمها المجموعه. النص هو نص كامل لموضوع واحد وده مخطوط بيحوي نص واحد. حتى لو كان النص ده ليه 60 باب موضوع واحد، لكن عندي اشكاليه في المجموعه. مفيش اشكاليه لكن عندي نمط مختلف عن المجموعه. ايه هو المجموعه؟ كتاب مقدس مجموع قوسات وإبصاريات. كلمة مجموعة يعني أكتر من عنوان وأكتر من حاجة ملهاش ترابط مع بعضها. ممكن يبقى ليها ترابط ممكن ميبقاش ليها ترابط. زي المجلة. زي المجموعة الصفوي مثلا؟ لا زي المجلة. زي المجلة. المجلة عبارة عن حاجة لكن فيها مقالات. فيها مقالات. أبواب لا بس أبواب حوالين موضوع واحد يبقى ده نص واحد. مجموع يبقى ده ملوش علاقه بده. هوريكم تاني.
كملت سيرة الآباء الأبرار والشجعان الأحبار أمين أنبا أقول وأمين أنبا أمين، يبقى كان بيتكلم على سيرة مين؟ أبو صالح. ماشي، خلصها باسم الآب والابن والروح القدس، نتبع عمل الله تعالى الناس لسيرة أمين الفاضل الأب الفاضل القديس العظيم القديسين أنبا هرمينا بجبل مدينة قارون. يبقى كده بدأت سيرة تانية. لما ألاقي سيرتين ثلاثة كده ده اسمه مجموعة. ماشي؟ هل في مشكلة في المجموعة؟ في حاجة لا مشكلة إيه في المسخ؟ في الفهرسة. في الفهرسة؟ آه. هتلاقي مشكلة في الفهرسة وتلاقي مشكلة في التاريخ. أحياناً تاريخ جزء من المجموع أنا باخد حد المتن من الآخر خالص وخلاص، في المجموع ده ما يصحش. في المجموع إن أنا المفروض بقول سواء مفهرس أو محقق أقول كل جزء لو في تاريخه أكتبه. منفصل. طب هو في المجموع بيلتزم ان على نهايه كل موضوع يعمل حاجه بقى. بص اذا انت شايف ان هو انا شايف نوعا ما كده حاجه بقى واكيد في اخر السيره اللي بعديها اكيد هيكون ملتزم برضه. بيستخدم نمطين، النمط الاولاني ان هو يخش على السيره اللي بعدها على طول، والنمط الثاني انا مش جايبه معايا لكن بيسيب الصفحه بتاعتها فاضي ويخش على الصفحه دي. المجموع يعني مش شرط يكون اتكتب في نسخه واحده. المجموعة ممكن وممكن، لكن أهم حاجة ما يميز في الموضوع إن هو مواضيع مختلفة. ما كانش عنده تنسيق كده اسم المجموعة. ما كانش عامل تنسيق بالفعل لا، هي الفكرة بتاعتها إيه؟ أنا عايز أنسخ كتاب مقدس، كتاب مقدس خلاص، ده كتاب مقدس، عايز أنسخ صنادية خلاص، عايز أنسخ ميامي، باخد ميامي مثلا كنيسة بسيلوس خلاص، لكن لما أنسخ ميامي مدينة بسيلوس، وأنسخ مجمع أفسس ولما انسخ جزء من سيره الجيل لمتى وانسخ تاريخ حاجه تانية، ده كده مجموع، ده كده حاجات مالهاش علاقه ببعض. بص مثلا فهرس الكتاب ده فهرس مخطوط بيقول ايه؟ يسوع قال ميمر قالوا معلمي البيعه يقرا في يوم الاثنين اول البصر، ده ميمر يوحنا فم ذهب على مش عارف ايه ايام تقرا باكر كذا، ده قصة الصديق المختار يوسف ابن يعقوب، ده حاجات مختلفة، فده نسميه مجموعة. ماشي كده؟ تم وكمل هذا المجموعة، أحيانا تيجي صريحة، أحيانا تيجي صريحة، وأحيانا أنا بس شفاها من خلال الفيس. هنا كتاب مقدس مجموعة، تم وكمل هذا المجموعة. كلمة المجموعة أول ما أشوفها أعرف إن هو موضوعات مختلفة ما تمسش بعضها البعض. المؤلف. مؤلف النص مش شرط هو الناسخ بتاعه. الناسخ مش شرط هو مؤلف. نبتدي بعون الله تعالى وقصد توفيق النسخ. الطهر من المقالات الأربعة والصور المقالة في كتاب الزهر الطهر المسيح أو زهر المسمى بالدر المدخل. ثانية واحدة، يبقى اسم الكتاب دور المدخل لمين؟ يوحنا سميوخ. يبقى مين المؤلف؟ يوحنا سميوخ. يبقى أنا كده معايا اسم المؤلف. ماشي؟ تسمين المسح بقى. خلينا بس دلوقتي في اسم المؤلف. اسم المؤلف هنا واضح وصريح. لو ميمر لكنيسة سيريوس قال كده مين المؤلف؟ طب لو قصة يوسف الصديق؟ لا حد من القصة صح كده، يبقى مش يوسف الصديق هو المؤلف، هو قصة واحد كتبها. المهم في القصة ديت لأن في كتب أدبية بيكتب منها اسم ايه؟ المؤلف. طب الناسخ هو الشخص اللي بينقل وبيكتب بالخط ايه؟ بخط ايده الموضوع، سواء هو كان المؤلف او لا. هنا تم وكمل بعون الله تعالى هذا القانون بسلام من الرب الى الابد امين، ونسخه الحقير ابراهيم ابو طب ابن سمعان الخوارجي يسالك من المغفره والشكر لله. هنا اسم الناسخ صريح، ناسخه الحقير. وكلمه الناسخ مش شرط فيه صراحه، يعني مش شرط ونسخه فلان او تم على يد كذا او كامل وكان الناقل هذه الاسطر او هذه الاحرف، فكل ما هو يعني اللي كتبه فهو ده الناسخ. والناسخ والمهتم ابراهيم لابس نوره. هنا عندنا لفظين ناسخ ومهتم، بيجي حطوا ديت في الذاكره هنرجع لها تاني. لا هو هنا بيقول مليجي بلدا مسيحي مذهبا، مليجي من بلد مليجي من نوفيل، فيعني مميز اسمه بلود. هو حته نسريه شويه، بان هو مليجي بلدا مسيحي مذهبا.
يعملها عنه ممكن عايز بس يقول له صحيح بس جدا لأن طبعاً لما هنا ببقى شايف عشان كده إيه يعني أولاد كل من قرأ فيها أن يضعوا غفران خطايا طبعاً أغلب النساء كان دايماً بيكتبوا الدبالة دي لكن يهمني في الجزئية دي الناس الناس هو اللي كتب الأحرف بإيده معتمدة ممكن ربنا نصرف على كده صحيحة بس هنرجع لها تاني مكان الناس وكان المهتم هذا الكتاب من جملة كتب فلاني السلاني أبونا مركوريوس حبيس القيامة أحد رهبان أبونا الكنيسة الأولى كان كتابتها بالقدس الشريف على يد العبد الخاطي كسلان مين العبد الخاطي كسلان؟ اللي هو اللي فوق وده يعتبر في النهاية مين؟ الناس ماشي مش المؤلف والكتاب اتكتب فين أو المهتم اتكتب فين؟ القدس الشريف عايز اقولكم من الحاجات اللي قليله جدا ان احنا نلاقي مكان الناس في فن المخطوط مش انت دوله تيجي ايه المهتم هنجي لها على طول ده المهتم كان المهتم بهذا الكتاب المبارك ابونا كومبوس جاد جلاله وبعد عينه وقف على دير ابونا القديس العظيم ابولا والاخر ماشي مش مصوره هنا المهتم هو اللي صرف المهتم هو اللي صرف صارف ماديا او هو اللي سعى للكتاب ده يكتب فالمهتم هو اللي صارف وفي الاخر هو اللي صارف ماشي كده يعني ممكن يكون الناس خطه بتسمع هو دلوقتي انا عايز اسالك سؤال الناس ده شخص بينسك ليه ولا بينسك لغيره الاثنين احيانا الاثنين لو هو عايز ينسك ليه واحيانا شغلانه دي حرفه بينصب لواحد تاني صح طيب الشغلانه كان شغلانه واحد يروح له ويقول له لو سمحت بعد اذنك انصب لي الصواريه ديت علشان دير البرموز انا يعتبر كده هنا المهتم اللي انا وديته له وقلت له خد وصرفت عليه وقلت له اتفضل هيكلف قد ايه قال لي كذا اديته او قال لي استنى في الاخر قلت له انا هصرف عليه ونخلص ويكتب ان هو الناسخ وانا المهتم والوقف على دير برموز مثلا اجي مثلا حاجه تانية الاقي ان اب مثلا من دير مريمينا راح يمسك عند الراسخ وقال له انا عايزك تعمل لي حاجه ليا انا يبقى انا المهتم ان اتصرف عليه وليا انا او عايز نسختين ليا وللدير فاهمين الحكايه وصلت ازاي يبقى المهتم هو اللي صارف عليه واحيانا بسيطه بيجي ان هو اللي سعى للناس من الشرط لا انا عندي هنا بصوا كان مهتم بهذا الكتاب هو القنبص عضلي جلاله ده المهتم لو انا عايز املى بيان المهتم هو القنبص عايز اشوف بقى المال بتاعه دي حاجه ثانيه هنعدي عليها بعد المهتم به الاب الفاضل ابونا القنبص ميخائيل موسى بن موسى القمص بالخير برسوم دير المحرة الله برسوم بس أسد عليك من ناسخ القمص محمد تبيد المواهب الله عرمنا برسوم يا حسد من الصعوبات المخطوط يبقى ده فالمهتم فعلا هو هنا أولا مخائيل المحرة ده بتقلول زي أبونا بنكمل ولا طيب سبب الناس هل ممكن الكاتب أو الناس يقول سبب كتنسخته للموضوع؟ ممكن وممكن المهتم بهذه الإبصامودية الشماس المقرر المعلم خليل أبو إبراهيم كجبل أو كبين مزاها كجبل مزاها دي ناحية مش عارف إيه وأصرف وعليها من ماله يبقى برضو ودية حاجة على المهتم أصرف عليها من ماله وصول أحيانا لأجل القراءة والتعزيز يبقى هنا ده سبب إيه؟ وبرضو جابت لنا فكرة المهتم اللي هو اللي صرف عليه من ماله وصول أحيانا وهنا كتب لأجل القراءة والتعزية أظن. طيب وهذا نقل هذا الترتيب للسطر الثاني من نسخة نقلها من كاريس يذكر فيها أنا أتخطر 100% القنبص شادم بالصيانة الشريفة لولده الولد الحبيب الشماس المكرم شركيس أو سركيس كتبها له ليطالع فيه وقت الاحتياج سبب الكتابة موجود وصريح في احيانا تانية بتكتب واحيانا ما بتكتبش اخر حاجه مثلا في الجزء ده هذا الكتاب برسم دير ماري استفانوس الكاين بجوار ماري بطرس بالفاتيكان استعمال رهبان الاباط
يبقى سبب الكتابة أو سبب الناس كده علشان الأنباط اللي هناك يقدروا يصلوا منه. المالي إيه الفرق ما بين المالي والمهتم؟ في خلط؟ طبعا المهتم هو اللي صرف عليه ممكن قد يملكه هو أو غيره، زي ما أنا جبت مثلا إن أنا صرفت عليه علشان خاطر الليل أو عشان خاطر أبونا أو عشان خاطر فلان أو عشان خاطر يعني ده موقوف عليه. لا ده استعمال شخصي حاجة تانية ممكن بس منصر يعني. طب خلينا بس أرتب الهجوم معاكم علشان بس إيه ممكن يبقى فيها إجابات كاملة لكل الاستفسارات. المهتم واحد صرف عليه ممكن ليه أو لغيره. ماشي؟ المالك هو الشخص الحالي اللي يملك المخطوط وممكن ده يبقى أكتر من شخص مع مرور الوقت. أنا اللي صرفت عليه وأنا المالك ويتنقل ملكيتي ليه بعد 5 سنين ما هو ده كتاب. شفت مراحل الكتاب وقيمته ونسبه وتمنه، انا ممكن في الاخر خالص احتاج فلوس ابيعه ويتنقل للتاني. تصوري الشخص ان المهتم ان انا مهتم بعمل البوس الرابع واكتبه، فباجي بقعد سبكه وانت راجل غالي ومعاك فلوس وبقول لك مالك اديني فلوس عشان انا مهتم بنسخ الكتاب ده. لا لا لا، المفهوم بتاع المهتم هو اللي صارف عليه ولما انت تجي لي انا اللي اعمله يبقى انا المهتم. وممكن انت تسمى مهتم بس في العموم المهتم هو اللي صارف المال من جيبه. اما المالك هذا الكتاب هو ملك الاب ابا مكاريس قصه في الخرطوم والنوبه كتب لزماته في سنه 1000 كتب لزماته في سنه 1607. بالمناسبه كلمه سنه ديت هي المستخدمه في التاريخ، ما بنلاقيش كلمه عام خالص. طيب بصوا بقى فكره المالك انه ممكن يبقى اكتر من شخص على مر التاريخ. انتقل هذا الكتاب الذي هو قوانين الملوك الى ملك الحقير الخاطي كذا كذا، يبقى هو ما كانش ملك صح؟ زي الواحد باعه وهو اشتراه فيكتب كده ان انا اصبحت الملك الجديد للمخطوطه. سؤالين بعد اذنك، هو انا النهارده اشتريت المخطوطه دي مثلا من حد، مين اللي بيكتب لي بقى النص ده؟ انت. انا اللي بكتب؟ اه لاني هقول لك على حاجه، ولا بروح للناسخ بدفع له فلوس يكتبها لي بقى؟ لا 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 يعمل لي كفر. لا لا لا، لسبب واحد ان انا باجي في ظهر الكتاب نفسه المخطوط وببتدي اكتب عليه اني انا اللي اشتريته باسم الاب والابن وكانه بيكتب جواب او صيغه معينه خاصه بيه. عقد يعني كانه عقد ملكيه. زي عقد زي اثبات ملكيه هقول له، لان صعب بعد كده يشكو. انا كده كانوا دايما بيسيبوا صفحه او صفحتين ورق فرض زياده. ده في شكل من فوق داخل النهار. فين الكيسه بتاعت المالك؟ تمام. طيب في اشخاص تانيين ممكن يبقى ليهم ذكر في المخطوط او مهمين ان احنا ناخد بالنا منهم؟ اه. في حاجه اسمها طالع في هذا الكتاب المبارك فلان الفلاني. كلمه طالع فيه او نيجي برضو للمثل الثاني، نظر في هذا الكتاب المبارك قطب سن ابن الحمد ابن حاج دياب الحلبي تورجمان سلطان فرنسي في باريس العظمى حماها الله من كل عدو من ألف أو سنة 1600 والأخوة. كلمة نظر فيه أو كلمة طبع فيه دي تعني أشخاص آخرين ممكن يكتبوا بالاسم وممكن يكتبوا إن في حد في الغالب يكتبوا اسمهم. دي تعني إن في شخص تاني اطلع عليه وشافه. هل دي تعني لي ليا أنا كشخص مفهرس أو محقق حاجة أو دارس مخطوط حاجة شخصية؟ ممكن تساعدني نعرف زمن المخطوط دوت. دي نقطة. دي نقطة. النقطة الثانية ايه؟ مكان في الأسلوب. حد راجعه. لا خليني في النقطة دي. احنا مش أحيانا لما نبص على منشور أو على مؤلف وصادر من حد حاجة يقول لك مراجعة كذا؟ اه. أو يقول لك اللي جوه شاف الكلام ده؟ يقول لك اه شاف الكلام ده. فده كلمة طالع فيه أو نظر فيه يدي ثقل للمخطوط اني عدى على فلان فلاني، وطبعا يختلف شأنه كبر وصغر، وان كان كل الناس اللي ذكروا في الطالع ديت بيبقى اشخاص كبار ومعنيين ان هو يكتب اسمه يدي ثقل. على فكره ده كان بيزيد سعر المخطوط لما يتباع بعد كده. نظر فيه يبقى عدى عليه وما قالش تعليق. وفي الكتب العربيه كمان في حاجه اسمها الاجازه، بس انا مش متطرق ليها لان ما عندناش الاجازه ديت. الاجازه هي ايه؟ كان زمان الناسخ يصح ليه؟ باختصار. لا الاجازه هي التصريح. كان زمان الناسخ ينسخ الكتاب ويجي عليا انا المؤلف بتاعه فيقراه لي
فانا بديك يا ابني الاجازه ان قول ابونا فلان اداني الاجازه ان هو يعني خلاص ده المخطوط بتاعي او النص بتاعي. الاجازه هو التصريح بالنص المحتوى. الاجازه الاجازه رخص زي حول ترس البركه عندنا اللي هي يجيز او يصرح به. وفي برضو لفظه في المخطوطات العربيه مشهوره قوي زي اسمها الابرازه. الابرازه دي حاجه ثانيه. الابرازه دي عامله زي طبع. الابرازه الاولى والابرازه الثانيه والابرازه الثالثه الطبعه الاولى والطبعه الثانيه والطبعه الثالثه. بس الالفاظ ديت مش موجوده عندنا في المخطوطات الاداريه علشان كده مش متعارض. الوقفيه هي واحد معاه كتاب وقال بص يا ابونا خد الكتاب ده بالليل خليه عنده او انا نسفته بخط ايدي او اشتريته وعايز الكتاب ده يقوم للدير. وقف الدير ده معروف بالقطيان والحاجات ومعروف للمخطوطات كمان. يعني ده وقف دير البرموس، وقف دير مرمينة، وقف دير أماطوليوس، فخلاص الكتاب ده ما يخرجش. حتى احيانا مع الوقفية تلاحظوا ان هو الكاتب او ناسي يقعد بقى يدي حرمانات ويقول لا عايز ما حدش يتعدى على حرمة الوقف ده. لو حد شاف وكل اللي يخرجه يبقى محروم من الثالوث القدوس الاب ويبقى نصيبه زي دتلا الكافر ويقعد يقول كده. فهو ده دي الوقفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رب او يا الله ايه؟ الله خلاص. بلاء خلاص وقفا مؤبدا حبسا خلدا على الانهار الاطراقيه القبطيه كل من تعدى واخرج عن الوفيه يكون نصيبه مع الجيل المؤمن. الله خلاص. الله جل جلاله. بالله خلاص. بالله خلاص. فوق هنا بسم الله الرؤوف الرحيم. هنا بالله خلاص. انا عندي كذا محفوظه في الوفيه. اول حاجه ده من خلال دراسه ان انا طلعت على وفيات كتير. أولاً الشكل ده لما أشوفه أعرف إن الشخص عايز يقف، ده شكل وقف. وأحياناً كمان يحط في الجانب الشمال هنا اسم الشخص الواقف، اسمه، خدمه، يعمل أي حاجة، بس الشكل ده في الغالب بيبقى دايماً مع الوقف، هو الشكل ده. قلت صح، تقصد إن هو شكل البسملة الشكل ده نفسه؟ ده بس فاكرين خط الدغراء؟ اللي هو بشكل تقريباً ده شكل. دغراء. طيب هنا المحفوظه الاولى ان الشكل ده يبقى كده ده وقفيه، واحيانا بيكتب هنا الشمال بتاعه اسمه او ده. المحفوظه الثانيه هنا بيدي الوقفيه بدون ما يذكر اسمه. وممكن مره ثانيه او في وقف ثاني يذكر مثلا ان هو فلان الاوقاف. زي مثلا ديت وقف على كنيسه ماري مرقس الانجيل الرسول بالاقامه العامره القبطيه الارثوذكسيه قدام الله بنت سيدنا البابا المعظم ابينا ابن كرونس بطريرك في الكرازه القدسيه الافضل ومتعه بدوام السلامه والصحه والعافيه بنعمه وبراحم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له النعم دائما علينا رحمته الى الابد. وذلك في سنه 17 امين سنه 1623 شهداء اذكر الرابع عندك الدوموس بولس البرموسي بالرحمه الرابعه. هي لخبطت لابد امين وبعدين كده. يبقى هنا مين اللي اوقفها؟ الاوموس بولس. الاوموس بولس ولا البطرة؟ الاوموس بولس. لا البطرة عهد. من ده رقم لا اللي موقوف اللي وقفه هو الاوموس بولس. ده الامر بولس. ايه؟ لا في زمن الامر بولس. ما انا بسال هنا في اسمين. فين من فيهم اللي هو البطرة كان أدام أدام الله غبطة سيدنا البطريرك. مظبوط. هو خلاص هو ما قالش وعايز يقول إيه؟ عايز يقول إن في زمن الزمن في وقت البطريرك اللي كان فيها البطرة دايما اللي واقف حاجة بيكتب اسمه في الآخر.